قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع، هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار الخلود سنزمع. لا تحزن، إن الله معنا معنى جميل نحاكي به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فزع إلى الصلاة. وشأن الأنبياء بين اليسر والعسر وبين المنشط والمكره، لا تستقيم الدنيا على حال أبدا حتى يستخرج الله عز وجل منا عبوديات لعلها لا تخرج إلا بألوان البلاء وأنواع البأساء والضراء، لعلهم يتضرعون، وإلا فخير الناس أنبياء الله عز وجل ورسله. كانت تمر عليهم اللحظات تنفد الأسباب ولا يبقى سبب ولا رجاء إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتنزل النصر ويأتي العون والتأييد والتوفيق والمنن والمنح. بضاعة المؤمنين لا تراها إلا عند هذا الصنف من الناس، مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم أيام كان لا يستطيع أن يصلي عند الكعبة ولا يجهر بالقرآن عند الكعبة. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بحثا عن المخرج، وكان يظن أنه سيجد المخرج وأن أهلها سيمنعونه وينصرونه، فطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأتبع بكل أذى يتصور. وكان من أشد يوم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عودته تبعه الصبيان والسفهاء يرمونه بالحجارة ويؤذونه بالقول والفعل، والله يسمع ويرى. فسلاه الله عز وجل بإيمان الجن وبإيمان عداس ونزول الملك ونحو ذلك مما تعلمون. في باطن المحن تظهر المنح، تظهر معادن الرجال حين تنفد الأسباب، فالله سبحانه وتعالى من وراء ذلك. مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ومع شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف لم يبق سبب من الأسباب، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح اليهود الذين خانوا المسلمين من ظهرهم، أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة كي يخفف الضغط عن المسلمين.
لكن الله عز وجل لما انقطعت الأسباب و لم يبقى رجاء إلا من الله، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فالريح من جند الله والملائكة من جند الله سبحانه وتعالى. في رحلته للهجرة صلى الله عليه وسلم لحقه المشركون، كانوا أحرص ما يكونون على النيل منه وإيذائه، وقد كان لهم ما أرادوا، وانتهوا إلى الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغار أبو بكر رضي الله عنه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى شريعته، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، وهذا ما يحتاج إلى كثير جهد، كيف بك لو وضعت في موطن كهذا؟ حينئذ تقول: انتهت القضية وانتهت المعركة وحسمت الأمور، لكن أين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا شأن الموفقين من عباد الله في أحلك اللحظات، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يوم أحد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. شنشنة وعادة لو تتبعتها لوجدتها عند عامة الأنبياء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلى بمن سبقه، رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، يبتلى الرجل على قدر دينه. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا. ومن علامات كون العبد راضيا أن يسلك مسالك الموفقين، إذا حزبه أمر صلى. لعلنا لم نحسن شكر هذه النعمة، ولعلنا قصرنا في الشكر، ومن ذلك قلة الطاعات والانصراف عن الصلوات والأذكار. ومن ثم عالجنا الله سبحانه وتعالى بشيء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، نحن في خير إن شاء الله تعالى. في السراء نحن في خير، وفي الضراء نحن في خير، في كل موطن لنا عبودية لله عز وجل. لعلنا لم نكن لنجتمع في ليلة اعتكاف كهذه لولا ما شعرنا به من نزول البلاء وقلة الأسباب وانقطاع الرجاء، فقلنا نسلك مسالك القوم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل كان عند أيوب أسباب؟ لقد لفظه كل الناس، قذره كل الناس، ما بقي حوله أحد، ولم يقف الأمر عند هذا، بل سمع أيوب وهو في شدة البلاء الذي صار مضرب المثل، سمع من يقول لصاحبه من أصحاب أيوب: إن أيوب أذنب ذنبا عظيما. لما رأى شدة البلاء كل هذا وهو صابر، لم يزد على: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له: وذنوني إذ ذهب مغاضبا
فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. فلماذا الحزن والكرب ونحن على طريق القوم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن تكونوا كأمثال هؤلاء الثلة المباركة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذه بضاعة القوم. فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. شأن الدنيا متغيرات وابتلاءات ليراجع المؤمن نفسه، أما المنافق فإنه يسير على وتيرة واحدة، وأما الكافر فإنه يسير على وتيرة واحدة، وأما المؤمن فإنه يراجع نفسه، لما فعلت وهل لا فعلت ولو كنت فعلت. وهذه المراجعات تورث معاني هي من أجل معاني الدنيا: تجديد الإيمان، تجديد التوبة، مراجعة الدين، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لا شك أننا نستشعر قصورا وتقصيرا، ونعالج ذنوبا وتفريطا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحمد لله أننا لم نتعمد أن نخطئ، وهذا فيه سعة والحمد لله. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان العبد وإن أخطأ لا يتعمد ذلك ويكره الخطأ ويراجع دينه ويجدد إيمانه ويعالج توبته، ومن علامة ذلك أن يهرع إلى المساجد فيصلي وينزل بالله عز وجل حاجته، ويأخذ بأعظم سلاح في الدنيا الدعاء، ذلك سلاح المؤمنين الذين إذا انقطعت الأسباب وضاقت السبل لم يجد أحدهم إلا أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. كم من موقف تنقطع فيه الأسباب ويكون الإنسان قاب قوسين من الهلاك، فيعالج من الدعاء ما يرتفع. بحيث يعتلج الدعاء والبلاء النازل فيغلب الدعاء بإذن الله عز وجل ويرفع البلاء، من يعرف هذا إلا أمثالكم من المؤمنين الذين عندهم من وحي الله من الآيات ما تواتر في هذه المعاني، وعندهم من تاريخ الأنبياء وسير الصالحين ما تواتر في هذه المعاني، وأثمر يقينا وتوكلا وحسن ظن بالله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت مع الله في أمان في كل الأحوال، والله عز وجل يريد
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا قل الشكر وضعف الإيمان وعالج العبد من أسباب القصور والتقصير ما يجلب عليه التراجع والنزول في المنازل التي قد يريدها الله عز وجل له، فالله عز وجل يعطيه من أسباب البلاء ما يرفعه به. عبوديات نقصر فيها فلا تأتينا إلا قهرا، ربما لو سلمت الأمور ومضت الأحوال على ما نحب ربما لم يعالج أحد منا صلاة ولا دعاء ولا إنزالا للحاجة بالله عز وجل. وهذا مع الأسف شأن كثير من الناس، فلا ينبغي أن نحزن وقد صار الأمر إلى ما صار. وهذا الذي صار إنما صار بقدر الله عز وجل، فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان خلاف ذلك فبما كسبت أيدينا. ونحن في كل حال متعبدون بالتسليم لأمر الله عز وجل والاجتهاد في بذل الأسباب الشرعية، فإذا انقطعت الأسباب فإنها لا تنقطع البتة، بل يبقى أعظم هذه الأسباب اللجوء إلى الله عز وجل وإنزال الحاجة بالله وإدمان الدعاء والصلاة، لعل سجدة واحدة ينفعك الله عز وجل بها إذا قبلها. ويقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كم من البلايا رفعها الله عز وجل بدعوة رجل صالح نفع الله به أمة كاملة، وكم من البلايا الشخصية إذا عالج العبد دعاء أو أنزل بالله عز وجل حاجة رفع الله عز وجل ذلك. حسن الظن في الله، حسن الثقة فيه، واليقين بأنه سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعز شريعته ومظهر ملته، هذا أمر لا نماري فيه أبدا. اليقين بأن الله عز وجل يدبر الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اليقين بأن الله عز وجل له من الحكم الخفية ما قد يخفى على العبد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحما. وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحما. العبد لا يدري ولا يعلم، ومقادير الله عز وجل كلها خير. قد يكون ظاهر هذه المقادير مكروها لنا بالطبع، لأننا قد نحب السعة والراحة واستمرار الظفر ونحو ذلك من المعاني، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده. فمن الله عز وجل الخير كل الخير، ومن العبد التسليم ومراجعة الديانة. وهذه لحظات نحن أحوج ما نكون فيها، وقد نرى مكر الماكرين وقد نرى سحر السحرة. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، جد عظيم، جعل يهز الثوابت في نفوس الناس، جعل الناس في خصومة مع الشريعة مع المؤمنين ربما مع الله سبحانه وتعالى. بلاء عظيم وشر مستطير
ذلك الذي حصل، لكن هو من عند أنفسنا وهو بذنوبنا. وهذه والله فرصة لكي نراجع ديننا ونستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن المؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ما أسرع ما ينسى الناس وما أسرع أثر السحر في نفوس الناس. يستفتى الناس على الشريعة وغيرها من الحاجات، فتأتي الشريعة في ذيل الحاجات، ويأتي الحاجة إلى الأمن والاستقرار والمعايش والسولار وأنابيب الغاز وهذه الأشياء قبل الشريعة، والناس لا يستحيون، وهذا بلاء، ولعل الله عز وجل يؤاخذنا بذلك. لكن ما ذنب المؤمنين؟ المؤمنون لو أنهم أدوا ما عليهم من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبذل للنصيحة ولباس الحكمة التي تبشر ولا تنفر وتيسر ولا تعسر، لربما نفع الله عز وجل. لكن كلنا مخطئون وكلنا مقصرون، وما يدريك لعل الله عز وجل قد أبقى لنا مفاجأة، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور. وكم من الأمور ظهرت أنها قد انتهت وأوشكت وانقضت ولم يعد ثمة بصيص أمل، ثم كان عند الله عز وجل خبأ يفاجأ به الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. أي مدى وصلت إليه الأمور؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم نصرك الذي وعدتني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات الفارقة وفي ساعة من الساعات الحالكة وفي ضعف من الأسباب وقلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فينزل نصر الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه المؤمنون، هذا شيء من أشياء لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. ولماذا نذهب بعيدا وننتظر ملائكة أو ريحا أو خوارق؟ وكل هذا ممكن وشأنه بيد الله. أعجب من ذلك أن الله عز وجل قد يغير قلب العبد نفسه، نفس العدو الذي تخافه قد ينقلب بأمر الله سبحانه وتعالى، نفس الفاعل الذي تخشى غوائله قد يغير الله عز وجل قلبه، قد يفعل هذا راضيا، قد يفعل هذا راغبا، وقد لا يكون راغبا ولا راضيا، والله سبحانه وتعالى يقهره على ذلك، كما قهر فرعون أن يقوم بتربية موسى، وقد كان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم خوفا من أن يأتي ذلك الغلام الذي هلاك فرعون على يديه، والله غالب على أمره. فيقهر الله عز وجل فرعون أن يكون هو الذي يربي موسى ويعالجه ويقف به إلى أن يصل إلى ما قدره الله عز وجل له.
لا تحزن إن الله معنا. وقف أعربي وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه بشجرة وذهب في نومه، فتسلل الأعرابي واخترط السيف وصوبه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه على صرخة الأعرابي: من يمنعك مني؟ والسيف في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أي سبب بقي وأي رجاء بقي وأي حيلة بقيت؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصول بربه سبحانه لم يراعي ولم ينظر إلى الأسباب وانقطاعها، فقال الله، فخرجت هذه الكلمة التي دائما ما ينبغي أن نتواصى بها. إذا ضاقت الأمور وأحكمت الفتن واكتمل السحر، لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور. قل لنفسك: وأين الله سبحانه وتعالى؟ أين الله عز وجل من وراء ذلك كله؟ من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنت فمن يمنعك مني؟ هو لا يعرف الله كما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يستطع أن يقول نفس الكلمة التي هو للتو قد سمعها وعرف أن فيها الجواب والعلاج الناجع، لكن القضية ليست تمثيلا، ولا يستطيع أن يقول الله، لأنه لو قالها لا تخرج بنفس الروح ولا بنفس الحرارة. نحن أحوج ما نكون إلى هذه الروح الآن، أن يقول بعضنا لبعض: وأين الله سبحانه وتعالى؟ مع مكر الماكرين وكيد الكائدين وعنة المعنتين وسحر الساحرين وأسباب الأقوياء المتسلطين، فالله سبحانه وتعالى من وراء ذلك كله، وله من المكر الخفي ما لا يعلمه الماكرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ربما لو كانوا يشعرون لاستطاعوا أن يقوموا بشيء. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. القضية تحتاج إلى أن نواصل الطريق، لا يصح أن ينقطع المسلمون مهما اشتدت البلاء، مهما اشتد البلاء، ولو أفردت هذه السالفة، ولو ذهبت رقاب وسالت دماء، ولو كان ما كان، نحن لا نترك الطريق الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول بلاء. ليس هذا من الصدق، ليس هذا العهد الذي عاهدنا الله سبحانه وتعالى عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، ونحن في مواطن ليس فيها قتال حسي فيما يظهر الآن، لكن القتال مستمر المعنوي، والمعركة مستمرة، والصراع بين الحق والباطل صراع قديم وله صور كثيرة، وهذا الصراع ممتد إلى أن يأذن الله عز وجل بظهور دينه، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والصراع ممتد في حياة كل واحد منا، لحظات يعيشها وأنفاس معدودات يقضيها في هذه الدنيا، ثم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل الرجل عن مواقفه، يسأل الرجل عن قيمه، يسأل الرجل عن أهدافه، يسأل الرجل ماذا قدمت لهذا الدين، ماذا يعني انتمائي للإسلام، في أي الحزبين كنت تقف، ألا إن
حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون. القضية أوضح من أن ندلل عليه. لم يكذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الله سبحانه وتعالى. هذه طبيعة الدار، طبيعة السالكين في هذه الدار، طبيعة الابتلاءات والفتن واليسر والعسر والمنشط والمكره والنصر والهزيمة والتوفيق والخذلان. ولو كان أحد يسلم من هذا لسلم منه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الجيل النموذج كيف تراهم يوم أحد وقد أثخنوا بالجراح، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه وسال الدم على وجنته الشريفة وسقط في الحفرة. كيف تراه يوم حنين إذ فر عامة الناس ووقف ثابتا كالطود يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شؤون المسلمين على هذا النحو. ولهذا لا ينبل الرجل إلا بمثل هذه المواطن والصبر عليها. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين. والصبر على ماذا؟ على مثل هذه الابتلاءات التي قد لا يختارها الإنسان ويكرهها بطبعه، لكن إذا وقعت يصبر لها صبر الرجال ويستعمل اليقين في أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور والنصر من عنده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي يعز دينه وينصر شريعته. إذا بقي العبد على هذه المعاني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إنك لا تمكن حتى تبتلى. نحن في طريق التمكين لدين الله عز وجل، وهذا حاصل حاصل لا مرية في هذا أبدا ولا شك. قد يحصل على أيدينا وقد يحصل على أيدي غيرنا، وفي جميع الأحوال لا بد من الابتلاء ولا بد أن نعالجه بالصبر وباليقين. فإذا مكن لنا ورأينا هذه الثمرة وأينعت في عيوننا كما اتفق لجمهور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن من أسعد الناس بذلك. وإذا لم نرى شيئا من هذا ولم نرى إلا بعض أزمنة الضغوط والابتلاءات والفتن، فإذا كنا على الطريق فنحن أيضا من أسعد الناس بهذا، كما مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتوح وقبل الهجرة وقبل التمكين. المهم أن تستعمل في طاعة الله عز وجل وأن تعالج من أنواع العبوديات في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره، وأن يراك الله عز وجل حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، وأن تكون ظاهرا في كل وقت بواجب الوقت وألوان العبودية وأصناف المعاني والقيم التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهكذا هي دائما، وكلمة الله هي العليا وهذا شأنها دائما. ولهذا نحن والحمد لله في خير وإلى خير، نحن بالله عز وجل وفي الله عز وجل ومع الله عز وجل، لا نكون إن شاء الله تعالى إلا من خير إلى خير. هذا الذي يحدث وهذا الذي يحصل إنما هي أقدار يجريها الله عز وجل. ويجب العبد أن يتوب وأن يستغفر مما بدر منه مما استوجب مثل هذه الإخفاقات، وأن يجدد إيمانه وعهده مع الله سبحانه وتعالى، وأن يمضي في الطريق إلى الله عز وجل على كل حال، فإنه ليس له وليس أمامه إلا أن يسير في طريقه إلى الله عز وجل. نحن سائرون بدعوتنا في ضراء وفي سراء، في عسر ويسر، في منشط ومكره، إلى
أن تبلغ الروح المنتهى إن شاء الله تعالى. فإما رأينا ثمرة ذلك وهذا ما نرجوه ونأمله من فضل الله عز وجل، وإما كانت الأخرى فحسبنا أن نكون على الطريق. اللهم أمض لنا نيتنا في طاعتك وهجرتنا إليك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم حل بين الظالمين وبين ما يشتهون من تغييب شريعتك ومعاداة أوليائك والصد عن سبيلك، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، ولا تمكنهم من رقاب المؤمنين، وأرنا فيهم آية من عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب قدرتك. اللهم اجمع هذه البلاد المباركة على نصرة دينك وشريعتك. اللهم اجمع القلوب ووحد الصفوف. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.